വിഷയം സ്വീകരിക്കുക. കോഡ് ലെറ്റർ ഡി, വിഷയം സ്വീകരിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد طوي وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إقصير وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا أروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حولك صافي المبارك بردنا يوم النشور ما رأينا الهيس هنن بالسرى إلا إليك والغمام قد أغلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله وأتاك اللود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله عندك اللبي النفور يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل في العشايا والبكور كل من في الكون هام فيك يا باه الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله واشتياق وحنين يا حبيب الله في معانيك الأنام قد تبدت هائرينا أنت للرسل ختام أنت
للمولى شكورا يا حبيب الله عبدك المسكين يا رجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم السلام عليكم ويدي مونيل